في اوقات معينه من العمر انا ما عشتش الكلام دوت. اول سيجاره خدتها من قلب ابويا الله يرحمه يعني، كنت باخد السيجاره من وراه. كنت باخد السيجاره وبطلع على السطح، بخش اي مكان مقفول وابتدي ان انا محمد، برحب بيك في حلقات برنامجنا الهادف. بنوصل رسالة للشباب وبنشرح قد ايه تعبنا، قد ايه كانت الحياة صعبة، قد ايه خرجنا من الموت للحياة، وربنا خلانا اتخلقنا عشان يبقى عندنا وعي ونبقى عناصر يعني فعالة في المجتمع. يمكن على ما افتكر كده انا قصتي مع المخدرات كانت قصة طويلة شوية. كم سنة تقريبا؟ يمكن حوالي 16 سنة بدأت الموضوع زي أي حد بالسجاير. يمكن بدأت وأنت عندك كم سنة يا محمد؟ بدأت وأنا عندي تقريبا 16 سنة 15 سنة. لأن أنا فاكر كويس جدا إن أنا رحت أبطل وأنا كان عندي 32 سنة. ياه، قعدت سنين كتير. في فترات من حياتي كتير عدت عليا وما عشتهاش زي أي حد يعني. زي إيه؟ يعني اللي هو مثلا كأدمية وبني آدم بيحس وبيشعر وبيحب وبيتحب وبيزعل وبيفرح في أوقات معينة من العمر أنا ما عشتش الكلام دوت. اللي هو كنت عايش بس كده وبدون هدف ومش عارف ليه. يمكن بداية القصة معايا كان عندي إحساس بالنقص وناقصني حاجة ومش عارف إيه هي. مين السبب؟ لا هو بصراحة لا مش حتة سبب. هو ده كان إحساس داخلي جوايا، عندي حب فضول وحب مغامرة وفي حاجة ناقصاني أدور عليها. حب التجربة أكيد طبعا أكيد. يمكن أنا على ما أفتكر ساعة ما شربت السجاير بمناسبة حب المغامرة والفضول، أول سيجارة خدتها من قلب أبويا الله يرحمه يعني، كنت باخد السيجارة من ورا كنت باخد السيجارة وبطلع على السطح، بخش أي مكان مقفول وأبتدي إن أنا أشرب السجاير وكده من غير ما حد يشوفني يعني. بعد كده ابتديت بقى إن أنا أشرب فرع الدخان، وده كان حد من صحابي يعني كده. ايه قصة فرع الدخان؟ ليه كلكم لما بتيجوا تتكلموا عن السجاير بتقولوا فرع الدخان؟ هل المسمى ده اتعلمتوه في المكان هنا ولا هو لا هو اكيد طبعا. ليه مش سجارة؟ ليه فرع الدخان؟ لا السجارة احنا بنعمل سجارة عادي جدا، لكن فرع الدخان دوت بيشمل المواد اللي هي صادر عنها مثلا الدخان او حاجات زي كده اللي بعديه. الحاجات اللي ضمن المخدرات دي بتسمى فرع دخان. يعني دي كأنها شجرة وده طبعاً. الفرع البداية أكيد فرع عشان كده كلكم قلتوا نفس الجملة أكيد. فرع الدخان فرع دخان، وفي مادة متوسطة اللي هي الأقراص والمبيبات والحاجات اللي زي كده، وفي مادة عالية. طب احكي لي يا محمد، يعني أول ضربة بعد السجاير، بعد ما تطرقنا بقى للمخدرات بكل أنواعها، تمام، حسيت بإيه وابتديت تجيب فلوس إزاي وكنت لسه صغير يعني، حتى ما كانش عندك شغل مش كده؟ طب ايه يعني احكي. هو فرع الدخان اول مره شربته كان زي موضوع السجاير كده برضه، انا من حته شعبيه هديه لا مش هديه، امال انا من حته شعبيه وعندنا زي افراح وحاجات زي كده، فالناس بتقعد تشرب وحاجات زي كده، بعمل منها حاجات، او مثلا فرح بيخلص كانت بتبقى حاجات صغيره كده كنا بناخدها بنولعها، مثلا في ازاز اللي هي البيره والحاجات اللي زي كده كنا بنبنيها على بعض، يعني سلوكيات كده قديمه وكنت ماشي وراها. والدتك او امك كانت بتعاني طبعا الامرين؟ اكيد اكيد. احكي لي كده مواقفك مع والدتك في ايام ما كنت مدمن. والدتي انا وصلتها او نقلت لها المرض، لان ده مرض معدي يعني، اللي هو كل يوم تقوم من النوم عشان تجيب لي فلوس اخد منها فلوس عشان اجيب ضرب، نفس اللي انا بعيشه وهي بتعيشه. صعب قوي يعني، هي مكلفه ان انا ما تشوفنيش في وجع وتديني فلوس. والدك فين؟ الضرب بتاعي. والدك كان فين؟ والدي الله يرحمه كان في السعوديه فتره كويسه يعني، ولما رجع كان عندنا عربيات اجره وانا سواق. فهي كانت بتلم الفلوس علشان تديها لك علشان انت ما تحسش بالوجع. اكيد طبعا. ما فكرتش بعد ما والدي كان الموضوع زاد شويه يعني. ما فكرتش ولا مره توديك مصحه؟ لا وديتني كتير وجريت ورايا كتير، انا لحد وقتنا هذا. اتشحنت؟ ايه؟ اتشحنت. كم مره؟ اتشحنت تقريبا مرتين، ورحت بمزاجي مره. قعدت قد ايه؟ بس ما كنتش بكمل يعني، كان اخري في المكان شهر مثلا. كانت طبعا مصحات من اللي هي بدون ترخيص. لا بس هو انا حابب اعدل للناس اللي احنا فيه او اللي تبع الصندوق اسمها مراكز اعاده تاهيل. لا دي 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 حته تانيه خالص. طبعا طبيعي كلمه مصحه او مكان تمام
ده لا ليه علاقه لا بالترخيص مش مرخص ولا بالاطباء. الناس عامله مجمعه وعامله مع نفسها كمان، وده غلط جدا ان الاسر هو يخلو من المبادئ، ما فيهوش مبدا ونزيف في هم عايزين فلوس. تمام تمام، تاخد من عندك مش بتبطل او بيساعدك عشان خاطر. طيب يعني معنى كده ان لما كانت والدتك بتاخد الفلوس او بتحصل الايرادات بتاعه الميكروباصات كانت بتهتم ان هي تديك الفلوس علشان تجيب المخدر، اتشحنت كم مره او محاولتها ليك ان انت تدخل المصحه من المصحات اللي هي ما بيهمهمش غير الفلوس، لان هم مش مؤهلين يعالجوا الناس، مش مؤهلين يدوا علاجات عامله ازاي، غير مرخصين وغير مرخصين، ودي الكارثه الكبيره. فقول لي كده يعني المرحله دي بالذات تحديدا عشتها ازاي في المصحات الغير مرخصه. تمام، هو الموضوع دوت مؤثر فيا جدا يعني لحد فتره من الوقت كده. ممكن افتكر في مره كنت رايح بمزاجي، كان المفروض اني اروح ابطل يعني وكده عشان انا تعبت نفسيا يعني. يمكن دخلت المكان دوت، فاول ما دخلت شفت المنظر فالموضوع ما عجبنيش، فقلت عايز امشي، قلت انا مش مكمل هنا وعايز امشي. فلقيت ناس قفلت الباب ومفيش مشي ومصطلحات كده غريبه وكلام غريب جدا ومش هتمشي. يعني ايه مصطلحات؟ شتموك يعني؟ لا مش حته شتموني، هم بيقولوا كلام كده اللي هو يعني يجيب احباط، يعني محدش هيسمعك مهما تتكلم ولا حد يسمع انت بتقول ايه ومفيش مشي، انت خلاص اتحطيت يعني. بس فهيخلوك عندك تحدي ان انا لا هطلع بقى. هطلع طبعا، مش بقى انتوا يعني مش انتوا اللي هتحددوا لي مستقبلي. طبعا ان انا اخش معاهم واتشابك معاهم بايدي كمان، بس هم كسبانين طبعا، هم مش واحد او اثنين طبعا، هم شويه الكتره تغلب الشجاعه. طبعا في الاخر ممكن يدوك علاج غصب عنك وهتقعد.